في 2020 ان شاء الله كاين جوج ديال الاعمال، واحد اللي صافي صورناه وغينزل في شهر فيفري فبراير، وعمل اخر اللي باقي ما عرفناش امتى غادي نصدروه. المهم ان شاء الله الجديد قريب تشوفوه ان شاء الله في هذا الكليب، يلا كيسالينا من التصوير ديالو. دونك ان شاء الله هاد تقريبا الاسبوع اللي جاي او الاسبوع اللي موراه ان شاء الله لونسيو. حاليا مع لي سينجل، يعني حاليا مع لي سينجل باش ما نظلم حتى شي اغنيه، كل اغنيه تاخذ حقها شهرين ثلاث شهور أو يعني على حسب الحظ ديال هذيك الاغنيه، ومن بعد لونسي اغنيه اخرى وهذا القضيه. انا دابا محمد عدلي عنده اسم صباح الحمد لله معروف، عنده واحد القاعده كيعرفوه الناس، كيتسناو الجديد ديالو. كنظن مرحله فتناها دوازنا حقنا في هذاك الشيء. ممكن علاش الليلة كان الدور يخدم يعني يخدم المسار ديال محمد عدلي، كان ممكن الدور يضيف لي شي حاجه، علاش لا علاش لا. وسيروا شوفوا فنانين اللي هما عرب وفنانين كبار وفنانين، شوفوا لي في ديالهم اللي اشهر من الفنانين المغاربه ديالنا، وعندهم صيت في عند العرب كامل والفيوز ديالهم منطقيين. اما المساله ما فيهاش ظلم، بالعكس مشاهدات حقيقيه، انتشار الحمد لله واسع في المغرب في الجزائر في تونس. كنشوف بانه نو بالعكس رساله لهسبريس، انا عزيز عليا هذا الموقع بزاف ومن اشد المتابعين ليه، وكنتمنى لكل الطاقم ديالو ان شاء الله السنه زوينه، بما اننا حنا باقيين في عتبه يعني بدايه مطلع سنه 2020. نبغي نقول لكم الله يوفقكم ومزيد من الازدهار ان شاء الله، وشكرا لكل متتبعي هسبريس والناس اللي كيبغيونا وحتى الناس اللي ما كيبغيوناش، تحياتي لكم، واللي في قلبه شي امنيه الله يحققها له. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.